اهلا بكم جديد مشاهدينا الكرام. كابتن وليد 4-2-3-1 لريكاردو سواريش في اولى مباريات. تشكيل يبين حاجه مهمه جدا، ان كابتن سامي قمصان عايز يسلم الفرقه بوصول للنهائي. باينه جدا فرقه فول تيم بيلعب كل واحد في مكانه كافضل ما يكون 4-2-3-1. قفشه في مركز 10، على يمينه الشحات، على شماله طاهر، قدامه محمد شريف. النادي الاهلي مش عايز يدخل في ريسك فكره ان انا اطول للمباراه للشوط الثالث والرابع. النادي الاهلي عايز يخطف بطاقه التاهل ويقابل الزمالك. الزمالك حامل لقب الدوري والاهلي يروح له في الكاس. لو الاهلي قدر يكسب يبقى خد بطوله وراح لسوبر مصري ما بينه وبين الاهلي، فدخل في بطوله ثانيه. ده هدف النادي الاهلي واضح جدا في التشكيل، مفيش اي فرص. ناس كلها فول تيم، حتى علي معلول راجع ياخد مكانه، محمد هاني في مكانه، حتى محمد عبد المنعم رجوع في قلب الملعب. فالنادي الاهلي بيلعب بكل القوه الضربه عشان يبين للراجل امكانيات لعبه.